قام محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد بافتتاح وتفقد عدد من مشروعات قطع الكهرباء بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 121 مليون جنيه. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الخدمات وتوصيل الكهرباء للمواطنين، حيث افتتح المحافظ لوحة توزيع بوسط مدينة مرسى مطروح والتي تعمل بجهد 22 كيلووات أو كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه. كما تفقد المحافظ محطة محولات شرق مطروح الجديدة للوقوف على آخر الاستعدادات للانتهاء منها والمقرر خلالها الصيف الحالي بسعة 25 ميجا فولت أمبير.